مرحبا، احنا اليوم بعرب نت ومعنا رزان صادق، مصممة تفاعلية. اهلا وسهلا فيك رزان. اهلا. تحكي لنا شوي عن شغلك وايش بتعملي انت؟ انا بشتغل في برلين المانيا بشركة Art+Com، شركة متخصصة بالتصاميم التفاعلية في المتاحف وفي المساحات العامة وبالinteractive architectures and environments. اوكي. طب نحكي شوي عن الديزاينز، و يعني حابين نستفيد منك ومن خبرتك بالديزاينز. تحكي لنا شوي عن ايش هي الامور اللي لازم الستارت ابس او المصممين يحاولوا يتجنبوها او يعملوها اثناء تصميمهم لمنتجاتهم، بغض النظر كانت المنتجات هاي على الويب او على الموبايل او منتجات ملموسة. هلا الإشي الأكيد إنه الواحد لازم يحط اليوزر والمستخدم في وسط الديزاين. لازم اليوزر يكون هو أساس الديزاين وما قبل الديزاين وما بعد الديزاين. هاي مشكلة شوي بتخيل بواجهها في الوطن العربي، ما في تجريب كافي مع المستخدم. هلا نحنا في السنة الماضية بكوبنهاجن، هاي السنة ببرلين، دائما بنحاول نبلش بريسيرش وبحث مع المستخدم. بنحاول نشوف ايش الاحتياجات، ايش اللوازم لهذا المستخدم، ومن هناك بنفكر بافكار ممكن تناسبه. ولما نفكر بمجموعة افكار بنرجع للمستخدم وبنشيك معه، هل هذا الاشي لازمك او مش لازمك، وايش ممكن نضيف او نشيل من هذا المنتج لحد ما يكون فعلا يعني إشي بيلزم المستخدمين ومش جنك نضيفه على البرودكتس او الابس او الاب ستور. يا اوكي. اي برودكت جيد بيعتمد على عده مراحل وعده اطلاقات من المنتج، ما بتيجي معها تحسينات على اساس نوصل بالاخر للمنتج المناسب اللي ممكن المستخدم يستعمله. بس هاي الاصدارات كلياتها بتعتمد على كيف بنقدر نتبع استخدام وتجربه المستخدم على المنتج تاعنا. هل في طرق معينة بالعادة بتستخدميها أو أساليب؟ هلأ نحن في طبعا بيعتمد على المنتج. بالعادة بنحاول نخلي التجريب مع المستخدم وجها لوجه، والتجريب أيضا لازم مش بس يكون في نفس المكان، لازم يكون في الكونتكست اللي اليوزر رح يستخدم هذا الابليكيشن فيه. يعني إذا عم نحكي عن ابليكيشن للمواصلات، نحاول نروح مع اليوزر رحلة وهو رايح بالمواصلات عشان يشوف وين التايم تيبل، وين امتى الباص طالع امتى الباص جاي، ونشوف وين اليوزر علق وين ما زبط معه او وين هو فعلا انبسط واحتاجه. فنحن بنحاول نكون معاه برحلة مثلا خلال اليوم وهو عم بيستخدم المنتج تبعنا. اذا هذا الاشي مش ممكن، نحن بنسعى نعمل سيرفيز ونبعتهم لاكبر مجموعة من المستخدمين. ف يعني هاي بعض الأساليب اللي بنستخدمها. ونحكي شوي عن شبكات التواصل الاجتماعي، لها قوة كبيرة بانتشار أي منتج. كيف بإمكاننا تصميم منتجات بإمكانها إنها تنتشر انتشار سريع على شبكات التواصل الاجتماعي؟ هلا الإشي الأكيد إنه فيسبوك وتويتر صاروا بلاتفورم للحياة الرقمية لإلنا. ف هلا اكيد في شير بوتنز وكل الفيتشرز اللي بتخلي يوزر تو شير، بس بتخيل المستخدمين بدهم اتنشن وبدهم حدا ينتبه لايش اللي عملوه شير. المستخدم بده اذا فات على اوتيل يعمل تشيك عشان كل الناس تشوف اي اوتيل هو فات او وين هو راح. فهو بالعاده اتس ماتر اوف شو اوف، الشير اتس ماتر اوف شو اوف. فبتخيل كل ما تخلي اليوزر تبرز اليوزر بمظهر حسن من خلال اللي عمل له شير، اليوزر رح يعمل شير. بس اذا في ابلكيشن مثلا بده غصبا عنك يعمل شير لإشي وبيبينك بصوره سيئه، وهذا الإشي بنشوفه كتير، فانا بتخيل الواحد ما رح يستخدمه ورح يحاول يعمل ان لينك لهذا الابلكيشن من الفيسبوك تبعه. طب يعني انت عم تحكي انه الجيميفيكيشن او عامل اللعبه هو عامل مهم كثير عند تصميم اي منتج. اكيد اكيد، وتكون فاهم الكوجنيتيف سايكولوجي لليوزر. يعني بدك تفهم اليوزر وين كيف بفكر، ومن نكون ما نكون حساسين. يعني ان احنا نواجه ماشي اليوزر بده
بده يتفشخر، عرفت؟ okay. فنحن بدنا احيانا نواجه حقائق عشان نحن نعطي اليوزر اللي بده اياه، وهذا اللي نحن المصممين بنعمله. لما نعمل بحث مع اليوزر بنحاول نلاقي وين في مطرح اليوزر مو عارف انه هو عم بيعمل هيك عشان هيك، ومنعطيه هذا العامل الاكس فاكتور وهو مش حاسس. اوكي. وفي اخطاء شائعه بتشوفي المصممين العرب بوقعوا فيها عند تصميم منتجاتهم؟ صراحة في شغلتين دائما بفكر فيهم. الأولى إضافة الفيتشرز اللي ما إلها داعي، فاليوزر بصفي ضايع بالويب سايت أو ضايع بالأبليكيشن لأنه ضيع الفكرة الأساسية من الويب سايت تبعه والهدف الأساسي عشان يحط كل هالخمس ست فيتشرز اليوزر رح يصير يدور عليهم بالمنيوز وكذا. فأنا بنصح اي فيتشر ما لها داعي نشيلها، اتليست نخليها لبعدين لاضافات جاي، ونحاول فعلا نكتشف هل هي لازمه ولا مش لازمه. الخطا الثاني ان بنتشبث كثير بالافكار تبعتنا. يعني اذا انا طلعت ابلكيشن وما حدا استخدمه بضل احاول واحط فيه مصاري وكذا، احيانا لازم نحن نعترف بالخطا ونعترف بالفشل وتموف اون. فهذا اللي بصير مع كثير ناس، وبضيعوا وقتهم بضيعوا مصاريهم على ابلكيشن مش ضابط واليوزر ما بدهم اياه. وبرجع لنقطه اذا بلشنا من اليوزر من المستخدم هذا الحكي كلياته ممكن نتجنبه ونوفر على حالنا وقت وفلوس. طب نحكي في سؤال هلا خطر على بالي، المستخدم العربي والمستخدم الاجنبي، هل في فرق بيناتهم من طريقه الاستخدام وطريقه الفهم والاحتياجات للديزاين؟ هل اليوزر العربي شوي متخلف عن اليوزر الأجنبي أو متراجع عن اليوزر الأجنبي بمرحلة معينة؟ وهل المنتجات الأجنبية قابلة للاستخدام للمستخدم العربي ولا لازم يكون في عليها تعديلات معينة للمستخدم العربي؟ هلأ من ناحية متخلف أبداً صراحة المستخدم العربي من ناحية ويب ومن ناحية موبايل بيستخدم أكثر من المستخدم الأجنبي. يعني أنا بشوف في الموبايلات الآيفون من أصدقاء عرب لإلي فيه أبليكيشنز أكثر بكثير من المستخدم الأجنبي، فهو بالعادة بالعكس بحاول دائما ينزل أبليكيشنز ويجرب، وفي يمكن معاه وقت أكثر المستخدم العربي من المستخدم الأجنبي اللي شوي أكثر انشغالا. بس من ناحية أبليكيشن أجنبية نحن نستخدمها بتخيل شوي صعب، لأنه كثير بتعتمد على الكونتكست اللي أنا ممكن أستخدمه فيه. الترانسبورتيشن أنا كثير بستخدم الترانسبورتيشن أبليكيشنز على الموبايل تبعي عشان أعرف من وين لوين، وهي كلها بتعتمد على إنفراستركتشر موجود بالحياة الطبيعية والحقيقية يعني. فنحن ما حنقدر نستخدم هاي الأبليكيشنز، بس أكيد في كتير أشياء تانية إذا بتتعدل كلغة وللمستخدم العربي بإمكانها تستخدم، بس ما في examples هلأ في بالي. بنحكي شوي مرات أن المصممين العرب بيحاول يستخدم الحطة والأشياء التراثية بالتصميمات تاعته، هل أنت مع أو ضد هذا الإشي؟ لا تمام مع، يعني حلو الواحد يثري الديزاين تبعه بالثقافة ويعطيه شوي طابع عربي، بالعكس شيء جميل. والتايبوغرافيز العربية اللي بشوفها كثير فخورة فيها أنا يعني. طب كلمة أخيرة للمصممين العرب تحبي تقدميها؟ ككلمة أخيرة أنا بحكي روحوا شوفوا احتياجاتكم وصمموا إشي أنتم محتاجينه. ففي أفكار كثير بالعالم، في كل يوم أنت بتمشي بالشارع من ما تطلع من بيتك لتوصل لشغلك في 10 أفكار ممكن أنت تخطر لك، لازم تمسك هاي الفكرة وتحولها لمنتج، فمن هون أنت بتبلش تصمم. شكراً لك رزان. أهلاً وسهلاً، شكراً.